كل سنة وانتم طيبين. من كام سنة جبت عربية، فواحد صاحبي اكتر صاحب يعني ليا، الصوت مش بايدي انا، بايدهم هما، بيظبط هو مع الكلام. فصاحبي ده قال لي ايه؟ اذبح بقى. قلت له ايه اذبح ايه؟ قال لازم تسيل دم. قلت له ايه الدمويه اللي انت فيها دي؟ قال لي غلط كده. بعد كام شهر معدي كده من شارع، فجي تاكسي راح ايه ضرب الاكسدام راح موقعه. فطبعا في تكلفه كبيره للتصليح، فعمل صاحبي بقى قال لي ما قلت لك كنت وفرت على نفسك المشكله دي. قلت له خلاص يا عبد الله. وعدى كام سنه وغيرت العربية، فهو قاعد معايا قال لي بقول لك اديني 500 جنيه. قلت له خد 500 جنيه خير. قال لي هات بس. وراح منادي على البواب، يا ابو علاء بص دول من الدكتور، هات خروف وبكره اذبحه كده ووزعه. قلت له ايه يا عبد الله؟ قال لي انا عارف هو ده الصح. وعدت السنين وبعدين غيرت العربيه تاني. قال لي شفت بقى؟ قلت له شفت ايه؟ هو فاكر الوقت. قال لي عشان ضحيت على العربيه اللي فاتت ما اتخبطتش. قلت له طيب يا الموقف ده بيقابلنا كتير، وبتقابلنا مواقف تانية مرتبطة بموضوع المحاضرة بس احنا ما بنربطهاش قوي، عشان كده احنا متلخبطين. ولما تسأل الناس عن آرائها في الأشياء بيبقى صعب عليه انه يضبط الرأي. ليه؟ لأنه مش ضابط طريقة التفكير، لأنه مش ضابط العلاقات بين الأشياء. نشوف ظاهرة أخرى بتحصل معنا دايما، إن واحد طالع نقاش مزارع أي حد يقول للتاني أنا طالع كذا عشان هعمل شغلات، يقول له ربنا معاك. حد بيقف قدام الكلمة دي؟ ظاهرة كمان انه كمان شهرين هنبص نلاقي كل البيوت ريحتها وحشة عشان جابها خرفان، ويوم العيد الكبير عيد الضحية زي ما بيقولوا الصعيدة، الدم في الشوارع بتاعت المناطق الشعبية والريحة الفظيعة، ومحدش شايف مشكلة. ولما قلت لهم مرة في البيت اللي ساكن فيه يعني لسه فيه الولاد، في منورين كده كبار، فقبل العيد بأسبوعين ولا حاجة تبدأ بقى الغوايح فظيعة تطلع الشقة عشان الناس بتجيب خرفان. فأقول الباب مش معقول اللي انت عامله ده. يقول لي ما الدكتورة المدام بتاع حضرتك جايبة واحد هنا. فاطلع اقول لها حد يجيب يحطه في ال، قالت لي ما كل الناس بتعمل كده. ده انا عايز اذبح هنا في الشقه. يعني ايه تذبح في الشقه؟ ايوه في الحمام. لا لا طبعا مش علشان انحياز، عشان هو الواقع كده والدلائل
التاريخية اللي هي بقى مش كلام واحد بيحكيه، لا دي شواهد دالة بشكل حاسم على هيئة نقوش على معبد، كلام مكتوب في بردية، يعني مش تصورات زي اللي بنشوفها مثلا في سفر التكوين ان حد بيحكي حاجات، لا دي وقائع مسجلة بوضوح ومرتبط بيها شواهد كثيرة مؤكدة لها. ولو تفتكروا من سنتين لما عملنا المحاضرة بتاعت دلائل صدق الخبر وعلامات الكذب فيه، كان من ضمن دلالات الصدق أن تكون هناك قرائن كثيرة مؤيدة للخبر. نيجي بقى للتوراة، مفيش كده. هنا معامل آخر هو الذي يتحكم في الأمر، معامل الإيمان، إنه حصل كذا ولازم تؤمن بده. طيب نؤمن بإيه يا يهود؟ أولاً إحنا شفنا في المحاضرات اللي فاتت التوراة عملت إمتى؟ يعني كان في جماعة عرقية محاضرة الشهر اللي فات بتتكلم عربي وبعدين نقلت للهجة أخرى اللي هي العبرية وعايشة مع الكنعانيين وبتاخد منهم سمات الإله وبتعبد أصنام برضو عادي، وبعدين في فترة ما ولظروف سياسية كان لازم يتعمل بوتقة دينية عشان تجمع الجماعة دول، اللي أصلا الصلة الرابطة بينهم هي صلة إثنية، يعني مرتبطة بعلاقات الدم الأم. فبالتالي وزي ما قلنا 100 مرة قبل كده، إن اليهودي مش المؤمن بالتوراة ولا بالتلمود، اليهودي هو من كانت أمه يهودية. طب أمال اللي يؤمن يعني يبقى ماشي متعاطف، يبقى متهود. قلت لكم ما ينفعش تذيعوا الكلام ده اصلا، الاعلام الفاسد. يعني انا مستغرب، انا ما عنديش نزوع للشكوى من زمان خالص، بعض مشايخنا لما كنت متصوف قال لي انت اعمل اللي انت عايز تعمله، لكش دعوه بالنتيجه، فخلاص انا ماشي بكده يعني. بس برضه يعني تيجي لحظات اقول هو احنا عاملين بقالنا سنين نشيل ونحط ونشيل ونحط، يعني الهرج ده، وبعدين نرجع ايه نشتكي من المنتج الفلاني اللي عمل فيلم هابط يا سيدي، ما الناس هي اللي هابطه وهم اللي عايزين النوع ده من الافلام، والراجل عايز يشتغل. فطبعا هو لاقي حد بس بيفهم، قال لك بعته كاميرا، فمسكين المخرج قاعد وده داخل على التقيل، اقطع يا عم مش عايزين مشاكل، خلينا بقى في الرقصة الفلانية اللي تيجي في رمضان. يجوا في رمضان يحكوا مع الرقصات ذكرياتهم عن رمضان، حاجة غريبة جدا، يعني كأنه عايزين يشوفوا ايه البروتوتايب اللي يطلعوا بيه. ما علينا، المعيار الذي يتم به التعامل مع النص الديني ليس المعيار العقلاني وليس الشواهد المؤيدة والنافية، وإنما الإيمان القبول. زي ما عندنا كده أول ما نفتح المصحف على طول بعد سورة البقرة تعريف للمؤمنين الذين يؤمنون إيه بالغيب. يعني انت انا مش هتناقش وهو كده. طب كده ايه يا يهود؟ قولوا لنا عشان عايزين نعرف. طبعا الكلام ده اللي هم قالوه ما كان مقدر له ابدا
الاستمرار، وكان استمراره صدفة هنتكلم عنها بعد شوية، صدفتين. طب شوف التلفزيون ده يوطوه ولا حاجة. قال لك من ثلاثة آلاف وستمائة سنة، اللي هم دلوقتي حوالي 6000 وشوية يعني، الرب خلق آدم ماشي، وبعدين خد من ضلعه وراح عامل واحدة ست ماشي، والست والراجل اتجوزوا. ما سمعوش كلام الله، وكانوا واكلوا من شجرة المعرفة، فالرب اتضايق وخاف لا ياكلوا كمان من شجرة الخلود، فقال ايه، انا اطردهم من الجنة واحط على يعني طريق الجنة النص التوراتي يعني في سفر التكوين. وقال الرب في نفسه: هو ذا الانسان قد اكل من شجرة المعرفة وصار عارفا كواحد منا، فماذا لو اكل ايضا من شجرة الخلود؟ فطرده الرب من الجنة وجعل على حراسة طريق الجنة الكروبيين، نوع من الملائكة، ولهيب سيف متقلب، يعني محدش يقرب من هنا. طيب التصورات دي مكتوبة في منطقة قاحلة محدش بيسمع بيها إلا هم. طيب اوكي ليه؟ وبعدين آدم وحواء خلفوا ولدين، ولد اسمه قابيل، ولد اسمه هابيل ماشي. قابيل اشتغل في الرعي، وهابيل اشتغل في الزراعة. لاحظوا بقى الدلالات. المجتمعات الزراعية فين؟ في مصر وفي العراق، بابل، اللي هي عاملة مشكلة للناس اللي كتبت التوراة، عزرا والجماعة اللي كانوا، وهم مجتمع رعوي. طيب كملوا لنا القصة، قصة الخلق، إنه الولدين قدموا قربان. ما يقولناش بقى قربان ليه، بمناسبة إيه؟ يعني ده أنتوا مطرودين من الجنة، يعني المفروض تبقوا زعلانين. مش مهم، هيقدموا قربان. فالمزارع قدم ايه؟ نتيجة الزرع بتاعه، القمح والفواكه والمش عارف ايه. اللي بيشتغل بالرعي اللي هي شغلانة العرب والعبرانيين، ما هم كان ثقافي واحد، قدم ايه؟ الذبائح. على فكرة قربان في اللغة العبرية تكتب وتنطق ذيبح، وقس على هذا يعني يمكن 90% من المفردات الدينية العربية والعبرية والسودانية هي واحدة نفسها. مهم، الله التوراتي مش زي الآلهة المصرية القديمة ولا حتى اليونانية. المصرية القديمة متعالية جدا، مفارقة جدا. اليونانية بشرية
على صورة الإنسان ولكن خالدة وجيئة. الإله التوراتي لا، ده داخل في المواضيع وعنيف ويتخانق ويغلب. القربان اللي قدمه هابيل، ربنا ما اهتمش فيه، اهتم بمين؟ بالكبش. ليه؟ النص التوراتي انه راح جايب الخروف وحرقه على المذبح، احراق الكامل. هو هنا بيستعيد فكرة إن الإله ترانسندنتالي متعالي مفارق غير جسماني، فده لما يتقدم له حاجة تبقى حاجة برضه ترانسندنتال متعالية، اللي هي إيه؟ ريحة اللحمة اللي هي ريحة الشواء. النص بقى التوراتي، فتنسم الرب رائحة الرضا. الشواء. تقبل العشاء من هابيل، هو اللي كان فقابيل اتغاظ راح قتله. يبقى المزارع قاتل والبشر هم احفاد هذا القاتل، والإله بيحب الشوي واللحمة. دي الخطوط الأولى للثيولوجي أو علم الإلهيات في العهد القديم. اللي جاي بعد كده كله تفصيل. التفصيل ده لم يكن لينتشر أو يقبل لولا حدوث أمرين. الأول هو إن المطالبة زي ما قلت لكم قبل كده أكتر من مرة، على فكرة أنا ساعات كتير بعيد ذكر بعض المعلومات عشان الصورة تكتمل. يعني هو ما بيبقاش تكرار قد ما بيكون موضع للتفصيلة في السياق. بل في نظرة الحكاية دي عشان ما نغلقش في التفاصيل وننسى الصورة الكلية. لأنه في بعض الناس ده تكنيك من النهدة، إن يجي سايب الموضوع ماسك يقول لا ده هو ما قدمش خروف، ده كان مقدم مجموعة خرفان، وبعدين النص أصله بيقول لك كذا. صحيح إن في الأبوكريفة اللي هو النصوص غير القانونية، ويجرك لمنطقة يبعدك بيها عن التصور العام للأمر. احنا حيثما نورد هذه التفاصيل او المعلومات موجوده في جوجل. جوجل ما بتديش معرفه، المعرفه صوره ذهنيه، وده اللي احنا بنحاول نعمله. انه لولا هذه الترجمه السكندريه للتوراه قبل ظهور المسيحيه، والتي يبدو انها كانت مبشره على نحو ما بظهور المسيحيه، احنا عارفين طبعا المسيحيه هي حركه رفض واصلاح يهودي. والسيد المسيح يهودي، ولما شاف الفريسيين مزودينها قوي فهو قال لهم لا، ده الله محبه. ودول بيختفي قال لهم لا خلاص ما تقطعوش جزء منكم، مفيش معيار كده، ربنا مش عايز منكم كده. والى اخر التعليم اللي جت بيها المسيحيه. انما ناخد بالنا من حاجه، من اسرار الكنيسه السبعه سر المناوله. عارفين طبعا المناوله انه في الكنائس على اختلاف بسيط يعني بين الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية، اللي بقى في الغيط مقري عليه كده، وفي نبيت مخفف بالماء
أو مش مخفف، وبيبقى إيه يعني زي نقطة كده وحتة لما تتحط ليه؟ السر في ده، السر إن ده إحياء لسمة رئيسية من سمات المسيحية وهي العشاء الأخير. إيه العشاء الأخير؟ يسوع اللي هو الرب بصورة الإنسان ضحى بنفسه من أجل أن يكون فدية للخطية الأولى اللي عملها الإنسان الأول. ماشي؟ وفي اليوم ده غسل رجلين تلامذته اللي احنا كمسلمين نسميهم الحواريين، واحنا كمسيحيين نسميهم الرسل، فهو بنفسه. وبعدين في الليله الاخيره دي اكلوا وشربوا معاه وقال لهم مسكوا ليه خدوا الجدود ده لحم، والنبيت ده دم. فبالتالي دخول المسيح فينا وفقا للعقيدة المسيحية هذا سر، باعتباره هو قربان. عشان كده قال لبطرس الرسول، بطرس متحمس جدا حسب اللغات الإنجيلية، المسيح قال له والله هتذكرني قبل ما الشمس تطلع ثلاث مرات. ازاي بس يا سيد؟ وفي الاناجيل اللي هي الممنوعه قال لجوزة، روح يا جوزة قول ان انا هنا. طبعا في العقيده الارثوذكسيه لا، يهوذا الاسقليطي ده خاتم، انما في انجيل يهوذا مش فاهم ولا حاجه. هو اللي ايه؟ ليه؟ عشان الدائره تكتمل ويقدم القربان. الاله الرب يقدم نفسه قربانا لمن؟ لم تستطع المسيحيه الاجابه على هذا السؤال. ليه؟ ومش محتاجه تجاوب، لأن النص الديني ما بيعتمدش على الشواهد والاستدلالات والأدلة والحجج والقرآن، لا، وبيعتمد على زي ما بيقول القرآن الذين يؤمنون بالغيب. هو ده اللي حصل. وإنجيل يهوذا ده أبو كفيف غير قانوني ولا يعتد به، والأناجيل الأربعة هي دي بس المحرفة، والرواية المذكورة هنا حتى لو فيها بعض المشاكل احنا هنحلها عبر علم كامل استمر عدة قرون. هو الأجر الوثيق هل تأويل دلالات الكتاب المقدس، إنما بدون تأويل هو يقدم نفسه قربان. طب ازاي هو الله؟ وأدوم قربان ليه؟ والقربان ده بياخد شكل إيه؟ بياخد شكل مجازي. هو ما قطعش ده، قال لهم كلوني، لا، قال لهم هذا الخبز لحمي وهذا النبيذ دمي. فأصبح المجاز هنا هو الحاكم على قبول فكرة دخول المسيح في الرسل. وبالتالي كلما تم طقس المناولة كلما دخل فينا المسيح، ويكون دخوله سر، هو أحد أسرار الكنيسة السبت. طب الكنيسة
احنا بنتناول ورانا المدح. ليه مدح؟ ليه؟ في حد بيذبح اي حاجه في الكنيسه؟ امال ليه مدح؟ لان ده التقليد اليهودي، انه الرب او الاله اليهودي اللي هو يعني في بعض الدراسات من اهمها روبرتسون سميث، ده متخصص كبير قوي، عامل كتاب كده اسمه ديانه الساميين، وعملها تقريبا مش هو القوم للترجمه دي كبدتها من مركز الاهل الثقافه سنين، وهو من اعمق ما كتب. وهو بيقول، مش هو بيقول، انه اليهود كونوا تصور الاله من الافكار البابليه اللي شافوها هي بالسم، ومن الاله الكنعاني بعليم، اللي بتطلع داري، هنقول هالي داري اللي هي هالي بعد. وهنا بعد هو سيد الوجود، عشان كده احنا حتى الان في العربي تشوفوا الاشتراك في الدلاله اللفظيه، زوج الست دي بعد، لو مفيش حد يقول على الست بعلت فلان، لان الست لا تتسيد، تتسيد الرجل. ليه؟ لان دي التصورات العبرانيه والعربيه الرعويه القديمه. ودي مجتمعات راعيه. لما هتستردي بقى الاله اللي هو متكون من الصورتين دول، هتستردي بحاجه اللي هم بيعملوه، فبالتالي صوره القربان المصري القديم اللي بنشوفها على الجدران وبسمبل وغيره، اللي هو مطاط كده وماسك سناب القمح يقدمها، او حتى على جدران معبد دندره عماره شكفور اللي موجود دلوقتي في دندره، لما جت كليوباترا جددته جسدت ايه؟ امون. ودي من المرات القليله اللي امون يبقى متصور يعني فيها في مصر القديمه، بس عشان تاريخ يعني بطلبي كانت العمليه ضعفت شويه ومش فاهمين قوي زي ما كانوا زمان ايام الدوله القديمه والوسطى. انما يظل الشك متعالي جدا. هنلاقي وشوفوها على النت كده، امون باصص كده وكليوباترا وراه وعامله ايديها كده، انها بتقدم له ما بيدها. لا في بقى هنا قمح ولا خروف لا، هي فكره تقديم الاشياء للاله انه يستحق، لانه هو اللي ايدنا وهو اللي ساعدنا وهو اللي ادانا القوه اللي احنا، فهو بالتالي له جزء من الناتج ده. التطوير البطلمي ليها هو ليه كل حاجه، هي مش هتلاقوا بين الكفين الممدودتين تمت الفكره، انما عند اليهود او في العهد القديم سفر التكوين، وبعدين بقى في التشريعات اللويه في سفر اللويين وسفر صمويل الاول والثاني، هتبدا بقى الامور تتحدد. انت تقدم ايه؟ تقدم خروف. الخروف ده ايه؟ الخروف ده لازم يبقى اقرن، اللي احنا بنقول عليه حولي. الناس الشعبيين في مصر دلوقتي يقولوا عايزين حولي. ليه؟ من الحول، انه خروف ما يكونش اقل من سنه. ليه؟ عشان رائحه، ما بيتحرق على المحرق على المذبح. المذبح ده في الديانات غير اليهوديه كان رمز الاله، بيبقى مثلا اللات حجر ابيض مكعب، فواقف كده
بس دي قصيرة. الحتة اللي تحديد اسمها الغب، غب ناخد فرق. وهنا في حجر بيتم عليه الذبح. الناس بتروح عند كاهنة الله عشان تاكل. الناس المؤمنين بالله بيروح واخد خروف أو معزم، هم رعاة العرب، ويذبحها على حجر فيسيل الدم يروح للغبرة اللي هي الحفرة اللي برضه بتحط فيها الهدايا التانية في غير أوقات الدم. فيبقى الدم هو السائل المقدس اللي هيتحرق بعد كده، ويتحرق بقى معاه فجوة الخروف وراسه ومش عارف ايه، فتطلع الرائحة. فالخالق، بلاش الخالق، الإله بياخد منها ايه؟ بياخد منها الريح اللي هي ألطف شيء، فيبقى مبسوط. اللي هي الآية التوراتية، تتبسم الرب رائحة الرضا. ودي اللي حاول الإسلام برضه حق إصلاح للمسيحية. وما فيش على فكرة حاجة غير كده. يعني طور شيء بتحطه، لا، هو حركة إصلاح. عايز تاخدها بالمعنى الديني، إن ربنا بيبعت الرسائل وهو أعلم حيث يضع رسالة. ولما بيلاقي الرسالة الأولى يعني الحرف يصلحها بالتالي لحد ما بيستلم. ده لو تفهمها بمعنى إيماني، وأنا ما عنديش مشكلة في كده، قبل كده. أو هتفهمها بشكل ديالكتيكي جدلي، إنه في مشكلات لاهوتية، فبيظهر من نفس الدين اتجاه إصلاحي تاني لا يلبث أن يصير هو دينا. بذلك هو السيد المسيح لما جه قال أنا ببدأ من الصفر، لا، قال إنما جئت والرب من أجل خراف إسرائيل الضالة. وبعدين فتح الباب في أواخر فترته لما قال للرسل الحواريين اذهبوا وبشروا جميع الأمم. ده الباب أو النافذة التي فتحتها المسيحية على اليهودية، التبشير، إن البشارة تبقى لعموم الإنسان مش لبني إسرائيل بس. عشان كده اليهود يجي لهم قشعريرة من المسيحية، دي بتهد الدنيا، دول مش فاهمين حاجة أبدا. الديانة فينا عرقية، يعني ليه ذهبوا وبشروا جميع الأمم؟ يعني الأمم احنا أبناء الرب. يجي الإسلام وياخد خطوة أعلى، فتبشيري أيضا يعني اللي هي الدعوة. واخدوا بالكم دلالات الألفاظ كمان بتحتاج ضبط كتير. يعني تيجي تكلم واحد مثلا مسلم كده متدين تقول له التبشير، يقول لك استغفر الله مش عارف ايه، وبعدين يقول لك والبابا فلان بابا الكرازة المقدسة. ما هي كرازة يعني تبشير، هي دي. فاحنا طول الوقت بنعمل ملاعبات لفظية، ولأننا لا نضبط الدلالة. هو بقى ما يقولش تبشير، يقول لك الدعوة، وفلان الداعية الإسلام. ما هو داعية إسلام يعني مبشر، ما هي نفس الشيء. يعني كاروز، يعني كرازة، يعني خروج بالأمر الإلهي من حيز إثني، أو بيعتمد على سلاسل قرابة، إلى عموم البشر. طيب والقربان، جت الآية تقول لك لا ينام لحوم ولا شحوم، ولكن ينام بالتقوى منكم. يعني يا بشر يا مسلمين،
القضية مش لحم وشحم، دي إظهار التبجيل للإله. خلاص؟ كأن الإسلام كان بيتحسب لانتشاره في مجتمعات غير رعوية زي مصر مثلا. إنما يجي فاضل المصريين لحد دلوقتي اذبح وسيل دم، إذا جبت عربية لا لازم تسيل دم، شفت العربية خبط عشان ما سيلتش دم. يا سيدي هو الفكرة في القربان هي الفكرة المصرية القديمة، أن يكون اعترافا بمشاركة الإله أو الآلهة لفعلك متمثلة في خير اجتماعي أنت بتقوم بيه، إنك بتقدم محصولك أو بتاعك للمعبد. والآية القرآنية بتشيل المعنى ده، بس الناس مخها متركب على يهودي. ده والشمال وبتاع مش كده وبس، وتحط لنا اليهوديه لو مجتمع راعي، فالراعي ده عنده غنم طبعا وعنده عيال بتساعده، اهمهم مين؟ اكبر واحد، وزمان كان بيتجوزوا بدري قوي، يعني الواحد 12 13 سنه 14 دي كتير لو هيعنس يعني، يكون متجوز البنات كده برضه ما يخدش في حاجه يعملوها تاني، ولا في بقى كليه ولا في خيبه كده اللي هو بياكل الاعمار. عشان كده كان في عند العرب جدات عندهم 25 سنه، وعشان كده قلنا اكثر من مره ان بين عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص وعمرو بن العاص 12 سنه في السن، مش كده كل حواراتهم تحسوا ان في صحاب بيتكلموا، والعائل الصغير الابن مش الابن. المهم الثقافه العربيه والعبرانيه كلتاهما تحتفي بالبكوريه، فبالتالي الابكار من الاشياء يعني اول اطفى العسل، اول جنين القمح في الزراعه، الابن الاكبر تقيمته اعلى. فالقربان اليهودي مرتبط بايه؟ بابكار الحيوانات والمزروعات. المزروعات تقدم للإله، بس ما يبقاش اسمها قربان، دي اسمها ايه؟ ميني ايه؟ مناح، منح. انما قربان ذبح. الثاني ده تحلية، إنما الوجبة اللي هي لازم تبقى لحم ودم. وبعض القرابين بقى يعني يؤكل جزء منها، وبعد اتحرق بالكامل هتلاقوا في كتاب كامل في التلمود عن شروط بقى الذبيحة ما تكونش متعورة، بس الفكرة الأساسية اللي تكون من الأبكار. المسيحية بقى اللي هي انتشرت في مجتمعات غير رعوية أصلا زي مصر واليونان حافظت على فكرة الديكورية دي، هو ما بيكلمش فيها، يعني مش هتلاقي قسيس في مدارس الأحد بيكلم الشباب عن أهمية البكورية، إنه ما يقدرش يفسر وقائع زي تولي ديمتريوس الكرام لأسقفية الإسكندرية. عارفين الحكاية ولا أقولها لكم؟ زمان
في القرن الثاني والثالث الميلاديين كانت في المسحاب ذات المشي. فالناس بتؤمن بحاجة معينة، عايزين يبقى لهم كبير. الكبير ده هيبقى له عدة أسماء. الفكرة فيه إنه في آباء للدين وفي أب ليهم. فهو أبو الآباء دي باليوناني نفسه باتريار أو أسقف أو بابا. الثلاثة بمعنى واحد. فأسقف مدينة الله العظمى في الوقت ده الإسكندرية كان عيان وبيموت، وشاف ملاك الرب في الرؤية بيقول له اللي يجي بعدك أسقف هو أول واحد يخش عليك بعد أدعينا. فالأسقف قال لملاك الرب بس ده لسه بدري على عينا اللي سمعت كلام. فقال الصبح في واحد مزارع اسمه ديمتريوس بيروح كراب يعني بيشتغل في تجهيز وتدريب المزارع القبور يعني العنب. العنب كان حاجه مهمه في مصر في الوقت ده. ليه؟ لانه كان الدلتا دي كلها بتزرع عنب، وصارت بتزرع قمح عشان الامبراطوريه. ودي حكايه مش هزار. الامبراطوريه الرومانيه مصر بتمثل المكان الاساسي للمناطق التانية حروب وبتاع، هم خليكم هاديين كده يزرعوا لنا الميرة اللي هي القمح والعنب عشان المبيض احنا عايشين على كده. المهم ديمتريوس ده كرر لقى داخله ما كانش في كنايس في الوقت ده لسه. وحكوا ده بدري كده، قال له ايه ده؟ قال له والله طلع بدري قوي بكور الكرب. ادي فكره البكوريه. راحت المسيحيه محافظه على فكره البكوريه بس بشكل غير مباشر عبر التراث. يعني مش هتلاقوا في الانجيل كلام عن البكوريه. ليه؟ عشان المسيح ما اتجوزش. ما هو ما ينفعش يتجوز لان هو الرب. اتجوز مين؟ في العقيده الارثوذكسيه حتى الكاثوليكيه لا هو الرب. انما في العقيده المسيحيه اللي تم قمرها او دفعها بعيدا لا كان عادي ومتجوز وكل حاجه. بس الفروع دي ماتت بدري بعد سنه 325 وعشت العقيده الارثوذكسيه في شقيها المصري واليوناني ثم العقيده الكاثوليكيه ثم بقيه الاتجاهات الكنسيه. فلم يكن هناك مجال للكلام عن بكوريه في حياه السيد. بس هي ارتداد اليهوديه او هي اليهوديه بصيغه ثانيه. والبكوريه فكره محوريه. فيتم الالتفاف حولها حاجه زي كده. خدوا بالكم لما تدرس الكرام ده يعني احد اباء الكنيسه عموما مش عند مثلا الاقباط المصريين لا. الانشقاقات الكنسيه جت بعد. يعني هتلاقوا الروم الارثوذكس اللي هي الكنيسه المصريه السيسيه عند الكاثوليك اي كنيسه بس ما دام قبل الانشقاقات يعني قبل 451 ميلاديه خلق الدنيا وقبل الانشطار الاعظم في بدايه القرن ال 11 الميلادي اللي هو الكاثوليك والارثوذكس وقبل البروتستانتية والاعتراض على الكهنة قبل كل ده في تاريخ مشترك. وبالتالي آباء الكنيسة زي كليمان السكندري وأوريجانوس وديمتريوس الأربع دول مؤسسين للديانة بشكل عام.
والكلام ده كان في بداية القرن الثالث الميلادي، يعني احنا لسه بنقول يا هادي. فيحتفى بديمتريوس الكرام لأنه قدم أبكار الكرم للكنيسة للإله، وبالتالي تندعم فكرة البكورية التي توصل الإنسان غير المؤهل للقداسة. ده راجل مش متعلم، فلاح بسيط، متجوز، ومفروض ان الأساقفة والبابوات مش متجوزين، هو كان متجوز بس مش هو بس من السلام. فقال له طب يعني انا هبقى ازاي؟ انا عندي زوجه. قال له طبعا الولاد بعد كده مش هيقول ما كانش بيقرب منها والله. وسالوها كانه الصفه البشريه عيب ونقيص، وده برضه اللي حول الاسلام يقول لهم حب بقلية كده. لما جت بنت صغيره كده قرت في النبطي، فماريا بتسال سيما بتقول له والدتين السؤالين دول لها هديه للنبي، والنبي طب عايز ايه من الدنيا؟ قال انبياء العرب يحبون النساء. فصرخت تقول كده، هو انا اللي قلت اذا كان حديث صريحه حبب اليه من دنياكم. أنا شفت في سيرة الحديث بس هو مشهور يعني. الطيب والنساء وجعلت طرفين في الصلاة، نحس إنه مستنشق كده. إنما بصرف النظر يعني عن رواية الحديث وكده، هو فكرة إنه حب الولد. مين اللي قال إن الراجل يتجوز أربعة؟ مين؟ ها؟ لا قبل القرآن يعني. اليهود. مين اللي قال ان الصلوات اليوم خمسه؟ اليهود. من صلواتهم خمسه. فصلي لربك وانحر. لربك اسمع السماء والملائكة الحمد لله على الصوت ده يضحك الضحكة الشريرة دي، أعرف إن هو إيه قاري أنا رايح على فين. بس ما إحنا كمان لازم يعني يعني خلينا بس نعرف إحنا فين، وده على فكرة لن يقدح في كوننا مسلمين أو مسيحيين. مش يعني هو مش لازم نبقى متخلفين علشان نبقى متدينين، محدش قال كده. يعني الإمام الغزالي ما كانش متخلف، وحامد ابن سينا ما كانش متخلف، ومحدش شك في الإسلام يعني. ما مش لازم نفتح ناس في الشوارع زي بتوع الخلافة دول عشان نبقى كده يعني. الكلام ده كلام فاضي متخلف أو نتيجة تخلف. نرجع لموضوعنا إنه المسيحية دعمت البنيان الاعتقادي اليهودي، لما في ذلك فكرة القربان وفكرة الصلاة. كلمة صلاة دي كلمة سريانية، صلوتي. إنما تقسيمتها وتوزيعها في المسيحية بالساعة، صلاة الساعة السادسة اللي هي 9 الصبح يعني، صلاة الظهر، صلاة الساعة السادسة 9 الليل، الخامسة، في فرق 3 ساعات يعني. أنا من 5. نعمل إحنا بقى قصص الحديث ده اللي كنت بتكلم عنه في اسكندرية، السؤال ده اللي هي قوة النص الثاني. وهي موجودة بقى خلاص على اليوتيوب عشان كده ما قدمتش خلاص.
انه يوم الاسراء والمعراج ربنا قال سيدنا محمد قال للناس اللي هم مسلمين صلوا 50 مره فرجع موسى النبي قال له هو رجع قال له ايه قال لك ايه قال له قول لي 50 مره قال له كتير مش لسه مين قال له طب اعمل ايه يا موسى قال له ارجع قول له خفف شويه حديث طويل جدا ثلاث صفحات ممل فرجع قال له يا رب خفف قال له 40 فنزل فموسى ايه عملت ايه قال له 40 قال له كتير فكرة المصادر فرعته جاي فقال يا رب قال له 30 هات وفي الاخر ربنا له 5 فاصل. طبعا علماء الحديث شغلتهم ينقضوا الرواية بتاعة الحديث واحنا هنقبل اللي هم هيديه ليه بس احنا بنعمله دلوقتي حاجة اسمها نقد المتن وده برضه في علم الحديث نقد الرواية وفي نقد المتون بننتهي بخمسة والشخصية المحركة للحدث موسى اللي هو فنوصل للخمس صلوات في اليوم ويتأكد الدعوة الإسلامية اللي جت بقى في المرحلة المكية المبكرة مش هو أبو لهب لما عاير سيدنا محمد وقال له امشي يا أبطر يعني ما عندكش عيال مفيش بقى لا بكور ولا عيال أصلا فزعل وتأثر وأحلى خديجة وخديجة ما تخليش إبري فراح جاية من أوائل القرآن ده نزولا يعني إن شانئك هو الأمر وأنت تعمل فصلي لربك وانحر ما كانش هنا الصلاة لحد تجيب لها ولا القبلة احنا عارفين طبعا في الإسلام إنه لحد يقال سنة 3 هجرية وطول الزمن المكي ما كانش في قبلة بالمعنى المحدد إلا بيت المقدس لما اليهود بقى فتحوا المدينة اللي أصلاً اليهود مش معترفين بيهم خدوا بالكم من الكوميديا دي يعني اللي احنا بنحكي فيهم دول وقعدنا نكسب على الصبوره والقروب والقيناقاع ومش عارف ايه كل دول عند اليهوديه التلموديه الاساسيه اللي كانت موجوده في الصين دول ملوش لازمه اصلا ولا يفهموا حاجه ولا يعرفوا التلمود يعني صورات ابن خلاص ومع هذا هؤلاء قالوا احنا اللي قلنا له نصلي الفيل حولت القبله الى الكعبه وفي كلام كتير نقدر نشوف تفاصيله في كتاب جواد علي تاريخ الصلاه في الاسلام وانا ما اعرفش ازاي نفت بالكلام ده ليه صور؟ لو كان عايش وقت كان داعش داعش ما قالش حاجة يعني فيها بتاع بس طلع حاجات ما خدوا بالكم أي جماعة دينية عدوها الأول العلم والقانون والنظم عدوها الأولاني ليه؟ إنه عايز يفتك الأشياء عايز يلاقي مساحة حركة إنما لو في صرامة في القانون وصرامة في الضبط الاجتماعي وصرامة في القياسات المنطقية أمال هو هياكل عيش منين؟ هو عايز جهل يشتغل بيه عايز وقود لحربه عشان كده دايما التجنيد يتم في ايه؟ العيال الصغيرة ودايما الدقن كبيرة لأنها توهم بالذكورة وزي ما شفنا كده إنه داعش
ما شاء الله بقوا الخلفاء وأعلنوا الخيبة. ممنوع حلاقين وفرات. ليه؟ لأن لازم نفس أشكال بشر. طب ده أنتوا مسلمين، والحديث بيقول اتخذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني شوف أحسن جلابية عندك وأحسن قميص البسه وتروح المكان. والزينة، الزينة على فكرة في بقاها العادة دي اللي هي دلوقتي نوع على المكياج. يعني لما تجيبوا القانون في الطب كان جزء من الطب فصل أو كتاب الزينة، يعني الواحد يحلق دقنه ازاي، والواحدة تظهر قروشها ازاي، وتنعم شعرها موصوف. ابن سينا ده 428 هجرية، يعني من 1000 سنة وشوية. احنا طبعا لعبنا برضو في المفردات، بنقول الحلاق عن معرفش، يعني هو كان اسمه المزين من الزينة. ده الفرنجة بتاعتنا ان احنا نجيب كلمة تانية. وبعدين بيشتغل ايه؟ كوافير. ايوه يزين، يزين من الزينة. لما تتوه مننا الدلالة دي تتوه مننا معاني الآية او الحديث اتخذوا زينتكم. ما مفيش هنا كوافير، مفيش هنا حلاق. في حلاق إشبيلية بقى لما نروح للأدب الغربي، لأن هو المزين أحد أعماله حلق الرأس. الغريب كلامنا اللي بقوله هيبدو اللي عنده 30 سنة مدهش. أنا فاكره صعوبة وأنا صغير، المزين كان معاه علبة كده ويمسكنا في، وبعدين يجيب بتاعات كده نفخات يعمل عشان التراب والودان بتاعه ينضف، وبعدين يعمل كده ويحط حاجه زي البروزولين كده في وشه. فاحنا ندهش ويقوم يجي بقى كل وقتش تاني زي فجأة بدون مناسبة لازم الحلاق. ماشي، اقتصرت الحكاية على قص الشعر وحلاق مش معناه قص الشعر، معناه شالوا خمسة محلقين رؤوسه ومقصرين. يعني اللي بنعمله ده مش هو الحلاق، ده تقصير الشعر. المحلات دي مش محلات حلاقين. حلاق ده لما يجيبه بالموس. ومع هذا يحصل انقلاب دليلي تاني، الطماطش يعني يبقى كوافير. فتبعت المسافة بيننا وبين النص المؤسس للثقافة والدين، فبقى مش فاهمين حاجة. وطبعا السي دي سي جايبة الرقصة الفلانية بتحكي للناس ذكرياتها، انما الكلام اللي بنقوله ده دمه تقيل. وبعدين نرجع نقول احنا ليه ضايعين؟ احنا ليه ده؟ ونتحسن يا سيدي، ما انت ما اشتغلتش وما فكرتش وما قريتش وما تعلمتش كويس وما عرفتش الخيبة التقيلة اللي انت فيها. لا، يسقط حكم العسكر البلد هتسقط. لا، قال ويجي عامل لي كده بسره. هو انت اكتر وطنيين بس ايه ده؟ في ترتيب للاولويات هو الاف وظنوش تذكره طول الثلاث سنين. انا قلت يا زواج اهدوا اقف شويه شوف اللي حواليك وبعدين كمل. لا، الشباب والحماس، انتم جيل الشيوخ ونحن جيل العروض. ده هيؤدي لايه؟ لداعش، لعنصر الشريعه. وبالتالي فالفهم اللي احنا بنحاول نعمله ده، ده المنقذ الوحيد. مصر ما بينقذهاش سيسي، بينقذها دماغه، بينقذها العقل الجمعي، بينقذها حركة المجتمع، مش اشخاص. المخلص لا يفلس. ده هو بيشيل عنك نفسيا عبء المهمه اللي انت المفروض تقوم بيها. وبالتالي الخلاص مسؤوليه اجتماعيه، اولها الفهم، والفهم اوله اللغه.
واللغة أولها الدلالة. ولما نروح للدلالات نكتشف بقى القصص. أنا اختصرت كتير على فكرة في التشابهات الإسلامية اللي عندها شرحها في شهر رمضان. مش عايز يعني أعمل إزعاجات كتير، بس توغل في الدنيا هي مين؟ أنا مش فاهم إحنا بنتخانق على إيه؟ على كل حال القربان صلة، مش كده مفروض بالصلاة أو بالصلة بالله، موجودة في كل المجتمعات الإنسانية المبكرة اللي إحنا نعرفها يعني. في مصر القديمة، في سومر وبابل، لكنها كانت تنعكس عليها الثقافات المحلية السائدة في هذه المجتمعات. صفرت الفكرة واتخذت شكلا أساسيا باعتبارها من أسس الديانة مع اليهودية، وقامت المسيحية بنشر هذا المفهوم، وحاول الإسلام أن يخفف من غلوائه بقدر المستطاع، لكنه ظل محكوما بالثقافة السائدة. فيبقى في العيد الكبير هنعمل إيه؟ هنذبح خروف أقرن حولي. عشان إيه؟ عشان نحيي فكرة إنه الله أهل إبراهيم تذبح ابنك، وفكرة عشان نشوف يعني يسمع الكلام ولا لأ، فراح يذبحه فتبينه بذبح عظيم. ذبح قربان. فجزء كبير من ثقافتنا المصرية الحالية على مستوى المفردات بقى اللي قلت في الأول كان ممكنة معاك، وعلى مستوى سيل الدم، وعلى مستوى أقدم حاجة لربنا، تعود بأصولها إلى التصورات الرعوية واليهودية الأولى. ونكتفي بهذا القدر لأن حد وصل قال لي بسيط فرصة للأسئلة. يعني نكتفي بهذا، وإذا كان هناك أي أسئلة عندنا على نفس الساعة. نعم انا مش شايف، حاطط لي يعني كشافات فظيعه. اتفضلي. او اتفضلي. انت بنت صغيره. لا والله 40 سنه. 40 سنه؟ انا هبدا من حضرتك الجانب دي او قبل النهايه. طب ممكن تيجي كده عشان اللي هناك دول يسمعوك؟ تعالي هنا في النور. ده حاجه صوتي جهوري جدا. تعالي ورينا ال 40 سنه بتوعك دول. جيب لك الكتير 14 سنه اصلا. عندها حاجة لك بقية سنة. حضرتك في مكان هنا؟ ما دي الفكرة اللي بدأنا بيها، إنه الرب أو الإله هو اللي بيعطي. إحنا عندنا مشكلة تاريخية وتأويلية في مين هو الذبيح، إسحاق ولا إسماعيل؟ المشكلة جاية منين؟ اليهود طبعا بيقولوا إسحاق، والمنطق بيقول إسحاق عشان هو اللي فيه النبوة. بس الحديث الشريف بيقول أنا ابن الذبيحين. ليه ابن الذبيحين؟ عشان أبوه عبد الله كان مفروض إنه هيقتل عشان هو عاش في إخواته،
فلما جه جده جد النبي علي الناس يقولوا طب يعني عامل استخاره اللي هي بقى الاسباب الانصاب وكده، فضرب الاسهم دي فقالوا له لا ممكن تذبح او تضحي او تود يعني لل 100 ناقه. 100 ناقه دي حاجه مهوله مهوله يعني ملايين ولغايه دلوقتي تقبل الاسهم. فانقذ عبد الله ومات صغير. طب ده الذبيحه القديم يعني كان موهوب للذبح ونفع. طب الثاني النبي عربي يبقى هو اسماعيل. طب نرجع الى الترتيب التوراه، هو دلوقتي ابراهيم البكر الاساسي ابو المديان من الجاريه المصريه خلف، فخلف مين؟ اسماعيل اللي هي اسمها هاجر. فساره قضيت فربنا رضاها انا هتخلف، يبقى من الكبير يبقى المفروض يبقى الذبيح اسماعيل. ليه؟ وفقا للتصورات اليهوديه الخاصه باولويه البكوريه. انما هي منكفه وخلاص. اللي كل التراث اليهودي مصر انه اسحاق، وكل التراث الاسلامي مصر انه اسماعيل. يخنق يا سيدي، ما هم نسل ابراهيم على حسب كلامكم مش كلامنا احنا. فانت بتتخانق على ايه؟ ثم انه يبدو ده او ده، هي ايه الفكره؟ الفكره انه ابنك ده انا اللي بالتهوره الله يعني. وبقول لك اذبح فغصب عن عيني وقتي. فالله التوراتي والقرآن طبعا يقول له طب خلاص خد خوف. الخوف ده جاي منين؟ من السماء. والولد جاي منين؟ من الارض، اللي هي عكس الفكره ان في القربان العادي احنا بناخد حاجه من الغيط من المرعى نقدمها للسماء اللي هو الاعلى، فتنقلب العلاقه التبادليه بين الارض والسماء، بين الممنوح من الرب والمعطى من الانسان، سواء كان هذا المعطى ذبح قربان او كان التقدمه او المنح دي، المنحه او الهديه يعني النباتيه. وزي ما قلت لكم هناك تفاصيل كثيره فقهيه ما تقلش عن الفقه الاسلامي كمان عند اليهود عن شروط القربان، لأن موضوع أساسي مرتبط كمان بحياة الجماعة. جزء بيتاكل بس المعبد اللي بيقدم له ده شغلته بس الدين، مش زي مصر القديمة. فالمعبد في مصر القديمة هو مؤسسة اجتماعية بتقوم بتطوير العلوم واللغه المقدسه اللي هي بيسموها الهيروغليفيه، اليونانيين يعني بيسموها الهيروغليفيه، وتطوير بقى الدراسات الخاصه بالكيمياء والتحنيط وابقاء الجزء والمعابد وازاي نعمل معبد ابو سلمة الغريب ده يعني حاجه. وبناء المعابد اصعب كتير من بناء الهرم، ولحد دلوقتي مش معروف كانوا بيشوفوها ازاي. يعني بهو الاعمده ده في الاقصر ده مسقوف ازاي؟ يعني ده اكيد تقنيات متطوره جدا ولحد دلوقتي مش عارفين، كلها تصورات يعني كده. بس هو اكيد كان في طريقه عشان نرفع يعني احجار الضخامه والطول ده فوق اعمده هائله
آلة الارتفاع عشان يفتح المعبد. طب هنقول ان ابو سمبل او معبد رمسيس، طبعا سمبل وسمبل دي كلام غريب قوي، هو معبد رمسيس الثاني جنوب اسوان اللي تحت في في الجبل، هنقول محتاج صبر وفرق ماشي، انما ان تسقف هذه المعبد محتاج علم وميكانيكا. ناهيك طبعا عن الاهرام دي، الاهرام دي الدوله الاسره الثالثه والرابعه في الدوله القديمه، ده كنا لسه يعني بنقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم تاريخ المنطقه، ويتعمل المنجز ده اتعمل ازاي؟ مش في ناس درست؟ درست فين؟ المعابد، المعابد دي دي جزء رئيسي من المجتمع. اي اسئله فيه؟ تفضل. في بعض المنطقه في مصر القديمه 70 احنا عملنا محاضرة من سنتين ثلاثة كنا بنصور عن الحكاية دي، عن مفهوم العلم نفسه، ان العلم المصري القديم كان سجن، مفيش داعي نشغل بيه النقاشين والعلم، ما كانش هدف ديمقراطية دي. لحظة، ده وقتها فكرة يونانية، وإتاحة العلم فكرة يونانية. ما هو الحاجات بتبقى مرتبطة ببعض. في مصر القديمة في نظام طبقي. يعني إيه طبقي؟ مش معناها أي احتقار لأي حد على فكرة. معناه أنت بتزرع، أوكي. أنت كاهن، أوكي. أنت حاكم، أوكي. كل واحد بقى يقوم بشغله. طب أنت فلاح، مالك مال هندسة، عايز إيه أنت؟ عايز أجلب صوتي في الانتخابات، مفيش ابن انتخابات. في ملك تيمور ابنه هيجلس ليه؟ عشان ابنه ده دارس حاجات معينه ومتاهل انه يقول، لما يبقى مش كويس يبقى صور عليه بقى واعمله دوشه ونبقى نجيب حد تاني وتتغير الاسره. انما طول ما هو مش عارف انت مالك انت. وبعدين انت تقدر تعيش عيشته؟ ما الناس يقول لك الفرعون الفرعنه ده كان بائس ما بيشوفش الناس. والناس تشوفه في مكان ضلم ما يطلعش من بيتهم، يعني مفيش حد من اللي قاعدين دول يتبسط لو بقى في العقول اصلا. ما يبقاش يجي حد يقعد في بيتهم شهرين ثلاثه هيطق. هو في الله ليه؟ عشان هو من الشمس. اقعد بقى. بس ما النظام تيجي بقى لليونان دنيا تانية. ثقافة بتعتمد على الديمو الناس كراتيس حر، وبالتالي الإتاحة. فأول من كتب العلم وجعل متاح كان أبو قراط في جزيرة للناس معكوس. قبل كده هم الناس من هنكتب لمين أصلا؟ اللي عايز علم يجي يتفضل متخصص، انما اللي بيزرع ده يركز في زرعه، عشان التاني ده يركز في هندسته وفي كيميائه، والحاكم ده يركز في شغله. عشان كده لما كان بيحصل اختلال زي اللي حصل مع اخناتون مثلا، لا هو اللي هيمسك الدين. يا عم مالكش دعوه انت، انت فرعون شغلتك الهكسوس محتلين الاطراف البلاد وراح حاجبهم. لا
انا عايز اغير الديانه. يا سيدي مالكش دعوه بالديانه، فعند النبي اسكت، مش عايز اسكت. ابوه كان لاسع وهو لاسع معاه، وراح جاب لهم اتون وفتحهم القصص اللي عملها دي، وهدم معابد وعمل مدينه ثانيه وتهدد، ونص مصر احتلت بزمنه. واحنا اسمنا ده ضيع البلد. طب قولوا التاريخ صح، مهد التوحيد ده هو مفكر نفسه هو اله. فانتوا يعني ما انا مش فاهم، هم اللي بيحطوا النقاط الدراسيه وبيعملوا الصبر هم مش فاهمين، ولا هم في حاجه في دماغهم، ولا بس كل الاحوال الكلام ده مش صح ومحتاج اعاده بناء. فبالنسبه لسؤالك، ده اختلاف الطبيعه الحضاريه بين مصر واليونان. اليونان بتحب الانسان وما عندهاش فكره الطبقيه دي، وكل الناس بتحكم، فكل الناس تتعلم، والصوت الاسرائيلي كانوا بيعلموا الناس الشباب وكده، وسقراط كان بيناقش الشباب على النواصي. مصر القديمه لا، طبعها مختلف. اتفضلي. لا، في العشاء الاخير وهو بيدي للرسل العيش والنبيذ قال لهم هذا لحمي. لا كده اصبح هو بالمعنى المجازي قربان. ليه؟ لتخليص الانسان من الخطيئه الاولى. لا هو الرب، فحصل ان الدايره انعكست، وده الاشكال الذي جعل من المناوله سر. الأقمون آخر هي تسأل سؤال فلسفي هو بس في عمق العقيدة، مش عارف نشرحه. في المسيحية إشكال صغير حوالين طبيعة المسيح، طبيعة أو خاصية صفة في اليوناني كلمة شكت منها أقلون، عشان كده بنسمع الأقاليم الثلاثة ما نتخرجش. إيه الأقاليم الثلاثة؟ الأب صورة الإله المبرر، والابن صورة الرب الإله، وروح القدس الوصلة بهم. الأقلوم الثالث روح القدس، مش هو اللي بنحكي فيه دلوقتي، احنا بنتكلم عن اقنومين الاب والابن. المسيح فين فيهم؟ هو الاثنين. عشان كده في الاناجيل 92 مره ابن الله و 78 او 87 ابن الانسان، هو بين الاثنين. فهو بيقوم بدور المشاركة بين الإله المعبود وبين الإنسان العابد، فبيضحي بنفسه ويكون قربان علشان يخلص الإنسان. ده الصلب. وبيقول لليهوذا روح قول لهم افتن عليا عشان يصلبوه. وبيقعد ثلاث ايام
ودي عامل برضه مشكله في الـ في الـ في المسيح. ان ازاي اذا كان هو الله هو الرب ظل العالم ثلاث ايام بدون مدبر وبيقوم لوعد القيامه المجيء بيقوم كايه؟ اله خالص مش بسنه. الجزء الانساني اتقدم قربان علشان الجزء الالهي يرضى عن الانسان اللي قل ادبه وارتكب الخطيه الاولى. ده عامل اشكال عقائدي لان النصاطره اللي احنا مش موجودين دلوقتي كتير بس زمان كانوا موجودين قوي كنائس ضخمه جدا اسيا كلها والحاجات كده قالوا لا الكلام ده مش مظبوط. الصلب والقتل وقع على الجزء الانساني ولحظه الميلاد تمت على الجزء الانساني. هو في لحظه ما ظهر النور الالهي بالكامل فيه فجعله نورا مثلما تسطع الشمس من قوة في الجدار أو يظهر النقش على الخاتم وظهور الشمس من القوة. لا العبارة المشهورة لا يجعل القوة شمسا كما أن ظهور النقش على الخاتم لا يجعل من الخاتم نقشا. الكنائس الثانية وعلى رأسها اسكندرية قالت لا لاهوته لم يفرق نسوته ولا طرف عينه. يعني هو اتولد إله ومات إله. هو ده هيعمل مشكلة. يبقى القربان اتقدم لمين؟ هو بيضحي بالجزء البشري للجزء الإلهي. أنا فاكر زمان ده اللي عمله الحلاج، الحلاج عنده عبارة لما خدوه عشان يذبحوه مبسوط هو اللي صفصه وكده فالشبل صاحبه قال له والله انت جميل يا معلم قال له تهدر اضاحي واهدي وجتي ودمي يعني الناس تقدم للاله خروف انا اقدم نفسي. فلويما سينيور 16 متخصص في الحلاج قال ان الحلاج هو الذي حقق معجزه جبل الجلجثه في الاسلام وهو مسيح العالم الاسلامي. فانا كان عندي 15 سنه لما بخلص الماجستير واستاذ استاذي يعني استاذي المشرف استاذه بقى اسمه محمد علي ابو غيان تلميذ ماسينيور ده مباشرة. فأنا قلت إن ماسينيور مش فاهم. فلما المناقشة قال لي على مين ماسينيور مش فاهم؟ تقدر تقول ده بيقول إنه الحلاج وسيط العالم الإسلامي. قال لي آه. قلت له إزاي إذا كان الحلاج نفسه ما كانش مؤمن بإن المسيح انصلب فليه بنلزق؟ قال لي بص انت تقفل صدرك. فانا المفروض اسال قلت له مقفول. قال لي بالمجازر يعني وبطل تهاجم المستشرقين كده. فانا طبعا متهيألي ان انا جننت المستشرق. طب لو كان عنده حق بس انا ما خدتش بالي الا بعد 10 15 سنه. إن هي الفكرة بتاعت ماسينيور فكرة الأضحية إنه وفقا لعبارة الحلاج دي اللي ما عدت بقى ومش زعلان ده بيقول له ربنا في آخر يوم سامحهم بقى ما أنت اللي ما قلتلهمش يعني قبول
ودي مش موجوده في سن المسيح بس ولا في الحياه بس، دي موجوده في النظام الانساني الراقي، انه يجي عليه لحظه ويقول جماعته الوطن انا بذره من بذورك فلتزرعيني برفق، برفق يد الام في حفنة من هواها. شنو هو الدرويش؟ خديني. وفي نفس القصيدة هذا دمي دمكم خذوه ووزعوه. أو إنه ابن سينا يقعد اشتغل طول الليل عينيك بتقفل. يروح يجيب حاجات كده من 413 تفضل مفتوح شفه الصحراء. وده بيضحك عشان كده بيموت عنده 52 سنه. بس كان بيحب الستات. كان بيسقف قوي كان عيان قوي. واول ما خف راح طلب قالوا له معلش ضحك بنفسه. الناس بعيدا يعني عن الجزء ده، لا هم المبدعين والناس دي كلها، ما دي فكره القربان. الولد جيكا لما كتب انا نازل بشوف البلد دي اخر تاني ومات، ما هو كان يعني قربان. فبالتالي من يهب ذاته للاخرين يعمل اضحيه. يبقى الحلات زي ما قال ماسينيون، بس المعنى المجازي مش كده الغبي يقول للشباب لما نقعد نشتغل يقول لهم طب اصبروا شويه ما انا كنت عامل زيكم كده برضه. وبتهيألي ان هثبت ذاتي لما اعلن اختلافي. لا انت هتثبت ذاتك لما تطور فكره، لما تكمل مشوار مش انك تهد حاجه قائمه. وطبعا مش انك تشتم الناس تقل الادب، ده مش دليل انك معبد، دليل انك مش متربي. طيب ناخد ده بعد الاستاذ الكريم وبعدين اللي قاعد بعيد، في حد قاعد بعيد هناك؟ اتفضل. انا مش شرط ممكن المقال يكون مثلا او اي نوع من انواع الآية زي ما قلنا من شوية هي آية مكية وردت في سياق الرد الإلهي على إهانة عن النبي أبو لهب له بأنه ملوش مش مخلف عيال، فربنا بيقول له سيبك منه هو اللي أكثر، أنت ركز اللي أنت فيه وصلي لرب الأرواح. يعني قدم الطاعات، وقلنا صلاة وصلاة في الوقت ده في مكة، وفي هذا الوقت في مكة ما كانش يحصل صلاة فوق إطلاق المسلمين أصلا. مش معروفة ولا ليها أدب ولا ليها أي شيء. والحال يعني قدم الذبائح الى الكعبه. النبي كان سيدنا محمد كان بيروح عند الكعبه ساعه الدخان ويصلي وكانوا يضايقوه وهو بيصلي. انما شكل الصلاه وعددها وتفاصيلها ده كل ده في المرحله اللاحقه مرحله المدينه بعد سنه 3000. سؤالك الاولاني في مذهبين، مذهب انك تاخد بظاهر النص وبالتالي تشوف الفقهاء قالوا ايه خروف اقرب مش عارف كذا 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 كذا، ومذهبي انه الايه بتقول ربنا مش دعوه ولا باللحم ولا بالشحم بتاعه، وعايز يشوف التقوى منكم. فانت اذا بين التقوى بانه الخروف بكام؟ ب 1000 جنيه ب 1500 جنيه اديهم لعيل هيبطل تعليم لانه مش لاقي مصاريف. هي نفس الفكره. انت بتعمل كده ليه؟ عشان ربنا هو اللي ادالك. فانت ده يعني خلق الله، فانت بتديله. ادي التقوى، التقيت.
انما انك تجيب خروف في المطبخ والبرقي وبتاع ومش عارف ايه والصومال الكلاب دي اللي ملهاش ليا، يقول لك مش مهم ليا المهم الارض، واتنسى المعنى من الضحيه والقربان في الشكل. فبس طبعا اللي انا شايفه ده مش ملزم انه هيعمل اللي هو عايزه. اي كلام تقول اللي هو السيد المسيح؟ اه ماشي. بس انا حريص جدا يا استاذ حيثما بنتكلم المواضيع دي هي اصلا معقده ومركبه، فما اقدر نحصل ففيها تسلسل كده عقائدي وتشريعي من اليهوديه والمسيحيه والاسلام، وده في حد ذاته مش مفهوم ومحتاج شرح كتير وربط كتير واراء. مش هقدر في السياق المركب جدا ده وشديد التركيب ده اني اعمل مقارنات مع الجوزيه، لان ده عالم تاني. في اخر واحد اللي كان هنا اتفضل اخر واحد وبعدين انت. كتاب في الشارع الجاهلي. ايوه. لا اقرب كده عشان نسمعها. انت اخر سؤال والله بعد. كتاب في الشارع الجاهلي. زعم؟ 26 قال ان فكره من القران المقدس عن ابراهيم واسماعيل واصحابه. ولكن الحياه الدنيا تقول ان ربنا حصل. هي كانت محاوله لتقليل ما بين الاسلام وهي اللي ان احنا اولاد عم. الفكره كلها تقدر تصحح كده. فكرة عكسية تقريب. تقدرش تقول عكسية لأنه هذه الأجيال الطويلة وهذه القرون الطويلة من العقادات ينبغي أن تحترم. لاحترامك لأصحابها يعني هو فخر الدين الرازي ده والإمام أحمد ودمتريوس القران وأوريجانوس، دي فلتات بنت الإنسانية، وكانت نقطة في الكلام ده، فعلى الأقل احتراما لهم حتى إن لم تكن جنس. عشان كده لما جت هيبدأوا يقعوا الإخوان المسلمين والعيال بقى تفضل تكفر بالبتاع اللي أنا سميته الإلحاد البارد، وقعدوا يتحكموا عليا وهم بقوا على ستة بارد. طب عايزين شوية إلحاد سخن. زمون خليل كده. ايوه، لانه انك تقول عبثي دي نفس خطوره داعش، وكل سيب لحيته هي نفس خطوره علياء المهدي اللي تقلع اسمها علياء كده اللي تقلع عجب. هي انما احنا نعمل ايه؟ نقول إنه في منطق احتقان إيمان مداره على القلب، وإحنا مش هننزع الناس في إيمان ولا هنسخف، بس هنقول له إيمانك ده صلة بينك وبين الله، مش دعوة بيك ولا بالتالي. وفي منطق جدلي تاريخي منطقي عقلي بيقول كذا، ومش ده الحقيقة الكاملة، ده ما يقبل التفنيد، ما يقبل التكذيب، وبالتالي هو ده العلم. وبالتالي نحل الإشكال ده من غير ما نعمل الصدام. في آخر سؤال عم، أنا عايز أفضحك عم. أصل عم ده زي ابني بالظبط، زي عم. فمن ثلاث أربع أيام وهو ذكي جدا مجتهد وخلص ومبروك، محتاج البوست. البنت اللي هتجوزها لازم تكون مش عارف كذا وكذا. انا رديت عليك ولا لا؟
قلت ايه؟ قول له ماشي. وصلت لك الرسالة دي؟ وصلت لكم؟ ممكن نوصل الماء ده وصلنا 70. طب خلاص بقى ربنا امر بالسيدي ماي دي ماي يا لا سواء كاتب ايه سواء كلام معقول يعني مش اسرار. احنا في بيننا اسرار ثانيه في الاخوان والحاجات اللي بنقولها، بس دي هو كاتب على الوان. البنت اللي هتجوزها لازم تكون بتعرف. بقول لك كابتنو يا عمرو ما تتكلمش عن جوازك ببنت باعتبارك ملحة بتقدمها لها وتتشرف وكده، ده يبقى بداية الفشل. طب ما هي يعني كده مش هينفع. ف وكلمة هتجوزها، طب ما هي هتتجوزها. اتفضل. لا هو انت ماسك الميكروفون ده من الصبح وسايب كل الناس. طيب هو انا مش بفكرش في الجواز، انا عايز الجواز بشكل انا ايوه بس انا كان اصلا هي بتبقى مش عارف، بس انا اتمنى ان اتزوج من قارئه مدركه متفهمه. عارف ليه؟ عشان هي تكتب التمكن الذي اتزوجه لازم يبقى طويل. تعمل ايه انت بقى؟ لا مش شرط. اوكي اتفضل. ماشي هو انا كلنا مع بعض كده هو دي واحد دي تجليات جنديه ومنزليه وكده. ايه من حضرتك مع بعض؟ هي طيب انا ازاي اقدر ابص ان هم ثلاث تجليات دي واحد حلم ومش كبار كل تخيل واحده او كل فكره واحده اوصل لاهدى الوصف؟ بص يا عم الفكره فكره القربان واحده ادي الدين، انما تجليات يعني ايه مختلفه بتاخد اشكال مختلفه. طب ما هو القربان اصلا موجود من قبل اليهوديه، اليهودية حولته للخروف عشان هم أربعة، والإسلام رجعوا للخروف. المسيحية لأنها بتنتشر في مناطق زراعية بتحط في الكنيسة المسبح وهو ما بتسبحش في حاجة، فهو دين واحد بس التجليات بتختلف باختلاف الجماعات. اوكي مش معنى ان دين واحد ان الثلاث تجليات تبقى واحده برضه، هما فين التنوع البشري؟ وبعدين انت ما بتقيسش على مفرده واحده اللي هي القربان، ده بيتكلم عن القربان على الصلاه عن كذا عن كذا عن كذا، وبعدين كله بيكمل بعض وتبدا الفروق التاريخيه تبان لك واختلاف الجماعات داخل حتى الاسلام ومذاهبه المختلفه، داخل المسيحيه بكنائسها المختلفه، داخل اليهوديه بمدارسها المختلفه، وفقا لتاثير وهيمنه النصوص الثواني والثالثه اللي هي المفرد الفرنسي الانجليزي، لان دي بتبقى اقرب له. انما فوق لو رجعت للنص الاول وتقريبا واحد تقريبا الساعة 11. أنا عشان البنات اللي بيقولوا بنروح بنحب البعيد نقعد كمان 10 دقايق عشان رمضان وناخد كده. اتفضلي وبعدين أنت وبعدين أنت. اديها يا عمرو الميكروفون.
لو فكرة القرآن القربان موجودة من زمان واتمثلت في بناء المعابد اليهودية والكنسية، ليه المساجد الإسلامية ما فيهاش حاجة تمثل الذبح ده؟ مع إنه بمفهومنا دلوقتي ومذهبنا إن هو ضروري في كل عيد، وحتى موضوع القربان ده حتى مع الولادة في سورة العقيقة، فليه ما تواجدش في المباني الإسلامية؟ علشان اليهودية كتبت بعد ما كان في بيت عبادة، لما الإسلام نزل قبل ما يبقى في مسجد. كلام واضح. فظهر المذبح في المسيحية بدون أي وظيفة. فالإسلام هيستبقيه يعني. نعم. المسيحية استقلتهم بدون وظيفة. اليهودية هو المذبح ده معمول في المعبد اليهودي. فالمسيحية استقلت شكل المذبح وعملت له قواعد. يعني لو أنت مسيحية وتخش أي كنيسة ما تقدرش تخش عند المذبح عشان تروح بست. ما ينفعش. ده من الموروث اليهودي المسيحية. الإسلام ما كانش عنده أصلا فكرة المسجد دي بمعنى بناء. المسجد هو في لفظه الأول في القرآن المكي هو مكان السجود. يعني زي مطهر، زي معمل، مكان العمل، مسجد كده. إنما مش مؤسسة، مش مكان، مش بناء. ده بعد كده في المدينة يبقى عندنا بقى مسجد القبلتين، ده اللي هو فيه القبلة بتاع بيت المقدس والمكة. مين هنا كده؟ اتفضل. البشري هو اللي ذهب لربنا حمله وعلينا الدفاع بس ما دام سمعت ليه ما لاحظت يا جمال داعش لا ليها دعوه لا باسلام ولا بمسيحيه ولا بيهوديه. دي ليها دعوه، دي المشاعر البدائيه الاولى اللي كان فيها الانسان لما كان عارف الكهوف. فاللي بيحصل ايه مع التخلف والهوس الديني والاحتدام ده؟ القشره اللي عملتها الحضاره الانسانيه خلال 10,000 سنه دي بتتكسر، فتطلع الاشكال الحيوانيه دي اللي بتذكر. يبقى كل الجهد اللي عملته مصر القديمة وصوبة وبابل واليونان والمفكرين والفن، كل ده انتهى لصالح هذه الكائنات اللي ملهاش ضبط ولا رابط على فكرة. دي قشرة. هو عايز الستات دول الحور العين. أنا شفت الخطاب بتاع قدموا لنا زوجاتكم لنكاح ال إيه؟ جهاد. لنكاح الجهاد. وفي كده يعني، فانت ما تتعبش نفسك عشان بس اريحك وتقول لا هو الاسلام مش كده، مالوش علاقه اصلا. ده وانصار الشريعه والعالم دي مالهمش علاقه من اصله باي دين، فما تقسهمش عليهم. دول ليهم علاقه بالحاله البدائيه الاولى اللي كان فيها الانسان قرين الحيوان قبل ما يبتكر اللغة وتتراكم المعرفة وتتكون الحضارة. بس عشان ما نجهدش نفسنا حاجة ما فيش منها رجع، لا توجد قضية تبرر قتل الإنسان. يعني طول تاريخ الإنسانية ما فيش حاجة تبرر إنك تبقى حي. دول جابوا. ما فيش حاجة في الديانات كلها من أول عبادة آمون لحد ديانة المورمون بتاع أول امبارح إنك تاخد مرات واحد تاني. ما فيش كده. ده في الإسلام لا يخطبن أحدكم على خطبة أخيه. يعني
اللي متكلمين عليها مالكش دعوه بيه. ده مش مراته هتقدموا زوجاتكم. من؟ يعني فبالتالي دول مالهمش علاقه بالانسانيه نفسها. مش بالاديان. يجي بقى واحد متحمس دينيا ويلاقيهم كاتبين لا اله الا الله وخطب. اولا الخطب ده غلط. وانا في الكتاب ده وقت التدين عارض المساله دي استحاله ان ده يبقى خطب سنه مبدئيا. انما ماشي بقى جهل. عبد الله ده فانت كمسلم العاطفه الدينيه عندك الخلافه برضه ما يمكن دي دعايه مضاده. ويمكن اللي فجر الاتحاديه الشرطه علشان نتهم الاخوان. اه انت بقى في القصص دي مش هتخلص. لا احنا نبدا نقيس بالقياس الاول المنطقي. ده ملوش علاقه اساسا بالانسان. وبالتالي دول ينظر اليهم ويتم التعامل معاهم باعتبارهم مجموعه حيوانات ناطقه. بس. لا هم مسيحيين ولا هم مسلمين ولا هم سنه ولا هم شيعه ولا هم اي حاجه. وبعدين بيطلعوا يعملوا الفزع ده ويختفوا. وانا قلت الكلام ده قبل كده من سنه ونص. كلمه حازمون كانت ترعب الناس في القناه. فين دول؟ فين؟ لا فين؟ كل مره نلاقي حاجه هيكليه كده وفقاعات كده وده وحش ماعش مفيش حاجه بعد كده. حازمون ما زمون يعني ايه؟ فبالتالي ما تجهدش نفسك في قياسات هي لا محل لها اصلا. لا 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 هم ما يعرفوش حتى اللي بيتكلموا يحكوا بعض. لا 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 هم اقل وعيا حتى من ان هم يعرفوا كلمه قربان. نلتقي الشهر القادم. شكرا.